ثم أنهم يميلون إلى الاعتقاد بأنهم بارعون في ذلك ويسخرون من تصرفات النساء خلف عجلة القيادة. خلي بالك يا عادل، هنا نتكلم عن الرجال لأن الدراسة كشفت تورط الرجال في حوادث في أماكن وقوف السيارات أكثر بكثير من السيدات. لا أنا قاعد أكلم زوجته. الدراسة الدراسة وجدت أن أكثر طبعا أكثر عرضة الرجال بالنسبة 50% للاصطدام بسيارات أخرى أثناء وقوفهم مقارنة بالنساء. تضمنت الحوادث في الدراسة الاصطدام بمركبات أخرى والاصطدام بأشياء مثل الأعمدة والجدران والأسوار أثناء محاولة المناورة في المساحات الضيقة التي تشتهر بها مواقف السيارات. لكن رغم النتائج التي تظهر أن النساء أفضل في وقوف السيارات، فإن 53% من الرجال وفق الدراسة يصنفون أنفسهم على أنهم سائقون جيدون مقارنة ب 37% فقط من النساء. إيش رأيك أنت يا عادل؟ أكيد أكيد الواقع يفرض نفسه. لا أكيد النساء أفضل، لأنه يعني إذا كان متزوج ترى على فكرة ما قالوا العزابية، الرجل الأعزب دائما أفضل وأمهر بالقيادة لسبب واحد، ما في واحدة تشغل راسه. إحنا في جميع الحالات أفضل سواء متزوجات غير متزوجات. إحنا قاعد نكدون على الرجل. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.